أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة كيف ميديا الأسبوعية، نبثها من عاصمة بلادنا المحتلة العيون، ونبدأ بقراءة أبرز العناوين. البوليساريو تؤكد أن خيار الحرب وارد أمام تخبط الرباط. محامي المحكمة الأوروبية يفتي ببطلان الاتفاق التجاري بين الرباط والاتحاد الأوروبي. في الأراضي المحتلة انتقال محمد علي مسيك إلى الرفيق الأعلى، وحكم بغرامة بحق طفل عابد أبو جهاد. وفي الثقافية الدلالة الصحراوية أصيلة تقاوم في صمت. أهلا بكم، وقبل أن نبدأ النشرة دأب إيكيب ميديا على إبداء رأيه في عدد من قضايا الساعة، وفيما يلي رأينا في موضوع جرجلات. ما الذي دفع الرباط إلى تجاوز معبر جرجلات؟ هل هي مرحلة جديدة من ممارسة الضغط على موريتانيا؟ أم هي موجة غضب عسكري ضد الأمم المتحدة بعد غضب النخبة والشعب؟ لا يخفى على كل المتابعين أن الوضع الصعب الذي تعيشه الرباط وعزلتها التي تزداد يوما بعد يوم باتت أحد أسباب التهور الذي يطبع سياساتها. منذ تعيين روس في مهمته وسيطا في النزاع حول الصحراء الغربية، والرباط متوجسة من مساعي أمريكا التي بدت تتجسد في مواقف وقرارات تأكد للرباط أنها تعارض سياستها التوسعية في المنطقة. فمسودة توسيع صلاحيات مينورسو وتجديد الثقة في روس وتصريحات بانكيمون وقرار السويد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية وقرار محكمة العدل الدولية إلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب، كلها رسائل ضغط واضحة إلى الرباط، لكن الأخيرة تكابر وتتساءل بلغة الجمع عما تريده واشنطن دون أن تملك شجاعة ذكر اسمها. فإذا علمت الرباط بنوايا أمريكا الحقيقية لتارجلت في قضيتها الوطنية بل والدينية، وهي التي اقتسمت الصحراء مع ولداداه، لكنها اليوم هي في حيرة من أمرها، هتؤدي بها إلى ارتكاب حماقة بمجرد تخطيها الخط الأحمر الذي رسمه جيش التحرير الشعبي الصحراوي. عاشت الصحراء حرة مستقلة، حرب التحرير تضمنها الجماهير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل. لا يستبعد البشير مصطفى السيد عودة القضية الصحراوية إلى المربع الأول، بما يعني عودة الاشتباكات المسلحة بين جيش التحرير الشعبي الصحراوي وجيش الاحتلال المغربي. وقال السيد في لقاء جمعه بأعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر اتحاد ساقية الحمراء ووادي الذهب الثامن أن التخبط والارتباك الذي يعيشه النظام المغربي وتعمده التصعيد كلها أمور قد تعجل بالعودة إلى الحرب من جديد. وسخر القيادي الصحراوي من محاولات المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أنه لا يزال متوهما بأن الأفارقة جزءا من رعاياه، مضيفا أن ردود فعل الرباط ضد سيادة قرار بعض الدول سخيفة، مستدلا برد فعلها على مواقف موريتانيا السيادية والتي أدت في الأخير إلى حادثة الجرجرات. لكن المغرب صدم برد حاسم وقوي من طرف جيش التحرير الشعبي الصحراوي. قال المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء الماضي أن إلغاء الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يكن مبرراً بسبب أنه لا يشمل الصحراء الغربية. وكانت المحكمة قد قبلت دعوة تقدمت بها جبهة البوليساريو عبر محاميها، معتبرة أن المجلس الأوروبي مقصر في واجبه في التدقيق فيما إذا كان للاتفاق تأثير على حقوق الإنسان في المنطقة. وأكد المحامي أن البوليساريو تملك شرعية التمثيل السياسي، لكنه أكد أن القانون الدولي لا يزال ينظر إلى إسبانيا بصفتها المسؤولة إداريا عن الإقليم حتى ينتهي مسلسل تصفية الاستعمار منه عبر استشارة الشعب الصحراوي، بما يعني أنها أي إسبانيا لا تزال تتحمل المسؤولية الإدارية وما يترتب عنها. إلى العيون المحتلة،
وفي المعطل الصحراوي محمد علي حماد بعد صراع طويل مع مرض العضال وبوفاته، تؤكد دولة الاحتلال استمرارها في مواصلة التصعيد وغلق كل أبواب الأمل أمام المعطلين الصحراويين. مزيد من التفاصيل. سلطات الاحتلال لن تستسلم أو ترضخ لمطالب المعطلين الصحراويين، هي ماضية في غيها مهما كلفها الأمر، هكذا يقول معطل صحراوي في رده على وفاة رفيقه محمد علي مسيك. انتقل ماسيك إلى ربه يوم الخميس الماضي بعد معاناة مع مرض التشمع الكبدي، ورغم كل الوعود من طرف سلطات الاحتلال وأعوانها بمعالجته في الخارج، إلا أن ذلك لم يحصل بسبب مواقف الاحتلال الراديكالية تجاه مطالب الفئات الصحراوية الاجتماعية. أصدرت محكمة الاحتلال بالعيون حكما بالغرامة يؤديها الطفل الصحراوي عابد أبو جهاد، وذلك بتهمة الاعتداء والضرب والجرح، وهي التهم التي نفتها والدته، مؤكدة أن اعتقاله الأسبوع الماضي جاء انتقاما من تنظيمه ومشاركته في العديد من الوقفات المطالبة باستقلال الصحراء الغربية. المزيد في التفاصيل. أحالت سلطات الاحتلال المغربية الأسبوع الماضي الطفل الصحراوي عابد أبو جهاد على السجن الأكحل بعد أقل من 48 ساعة لاعتقاله. كان وكيل ملك المغرب لدى المحكمة الابتدائية بالعيون المحتلة قد أمر بإحالة أبو جهاد على السجن السيء الذكر لاتهامه بالوقوف وراء تنظيم مظاهرة سلمية بحي العمارات الحمر بالعاصمة المحتلة، وهي المظاهرة التي فضت بالقوة من طرف قوات الاحتلال وتلتها مواجهات ومطاردات للمشاركين فيها. وبعد أسبوع من الاعتقال عادت المحكمة لتصدر حكمها بإغرامه، وهو ما لم يكن لعائلته دفعه نظرا لعوزها وحاجتها. وليست هذه المرأة الأولى التي يستهدف فيها أبو جهاد وأسرته، فوالدته الهتر أرام سبق وأن تعرضت لاعتداءات متكررة بدرجة إصابتها بعاهات مستديمة، واهتمت بقصتها وكالات أنباء عالمية من بينها ميدل إيست أي والفيس نيوز. وفي السمارة توصل إكيب ميديا من الزملاء في سمارة نيوز بصور لعمليات جرافيتي تضامنا مع المعتقلين السياسيين الصحراويين، وهنأوا الجيش التحرير الشعبي الصحراوي لصموده ووقوفه سدا منيعا أمام الاحتلال المغربي، وصور أخرى لعدد من المعطلين وهم يحتجون أمام ما يسمى مقر الجماعات المحلية بالمدينة المحتلة. من المهن التقليدية التي تقاوم وفي صمت الدلالة، تلك المرأة الصحراوية الأصيلة العارفة ببعض الأمور الطب التقليدي، من هي وكيف تقاوم؟ الدلالة مهنة قديمة تعني المرأة التي تبيع حلياً وأعشاباً تقليدية أو بعض المستلزمات تدل عليها عن طريق تجوالها ببعض تجمعات السكان البدو، تشتريها من بيع الجملة وتزيد في ثمنها بمقدار ربح يناسب أتعابها أو أخرى وضعت عندها لتبيعها بمقابل أتعاب. وقد تغيرت أوضاع وأحوال الدلالات بتغير الزمن، فكان لهن زبائن داخل البيوت، لكن مع التمدن بات البعض يفضل التبضع لدى العطارين الذين يتوفر لهم ما لا يتوفر لدى الدلالات. في المدن المحتلة ليس ثمة من خيار لدى الدلالات عن نشر بضائعهن القليلة أمام محلات العطارة التي يملكها مستوطنون مغاربة، فهذه المرأة بزيها التقليدي الملحفة تعيل أسرة بفضل عائدات ما تحصلت عليه خلال يوم كامل من العمل، وقد يكون لها من الأبناء والأحفاد ما تزيد حاجاته عما تجنيه من أرباح متواضعة. أغلب هؤلاء الذين يجولون في هذا السوق هم من المستوطنين الوافدين على هذه البلاد بعد أن وفرت لهم كل وسائل الرفاه من عمل ومسكن، لن يشتروا من الدلالة لأسباب عدة، تاركين المجال لبني جلدتها من الصحراويين لفعل ذلك. الملف المغربي قسم يخصصه إكيب ميديا لتناول أوضاع المغرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لرفع اللمس ونقل الحقيقة فيما يقع في مملكة الرعب والنهب. قالت الناشطة الحقوقية المغربية خديجة رياضي أن منع ترشح السلفي حماد القباج في انتخابات البرلمان المغربي هي ضحك على الذقون، مضيفة أن الدولة المغربية تمنح بذلك القرار الرجل مصداقية وشرعية أكثر
وهو الأمر الذي اعتبرته بالخطأ الكبير، خاصة أن القباج معروف بخطاباته التحريضية على العنف والكراهية ويعادي كل قيم نشر الحرية والتعليم التنويري، ولكن لا يجوز بأي شكل منعه من حقه الدستوري في الترشح. واتهمت رياضي في تصريح لموقع مصطفى حيران الدولة المغربية نفسها بالتحريض على العنف والكراهية عن طريق برامجها التلفزية، وذلك باحتكارها الإعلام السمعي البصري. لم تنتهي حملة إعلامية ضد الحاج الورع نبيل بن عبد الله تتهمه بتبديد 100 مليون سنتيم على متن باخرة قمار، حتى جاء بيان قوي من الديوان الملكي يصف تصريحاته ضد فؤاد الهمة سابقة لا مسؤولة ووسيلة للتضليل السياسي، مضيف أن تلك التصريحات تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين التي توطر العلاقة بين المؤسسة الملكية وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية بما فيها الأحزاب السياسية. واعتبر بعض المتابعون ومن ضمنهم المؤرخ المغربي المعروف المعطي منجب أنها بداية لعزل نبيل بن عبد الله الذي يرأس حزبا من الأعيان المحليين، ولكن كذلك يهدف إلى عزله داخل حزبه، لأن حزبه يتركب من الأعيان التابعين للمخزن المحلي والإقليمي وكذلك من المناضلين. هذا قد يدعمه عند المناضلين، ولكن القوة الضاربة الانتخابية للحزب متكونة من الأعيان، ولهذا سيخلق له ولا شك مشاكل داخل حزبه. وبدا المخزن حملة دعائية لتشويه من تقول إنه سكير عربي بقصاصة عممتها على بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بعنوان الزعيم وقرع إشراق. هنا نكون قد أنهينا نشرتنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في نشرة مقبلة. كنتم في رعاية الله وعاشد الصحراء، حرة مستقلة وحرب التحرير تضمنها الجماهير.